ان فور نياسامبي رئيس جمهوريه توجو زار دير سانت كاترين وطلع على جبل موسى ونزل من على الجبل المقدس، وده طبعا كان راكب جمل، يعني كان منظر لطيف جدا احنا شايفين يمكن الصورة. والرهبان في دير سانت كاترين كلهم طلعوا واستقبلوا رئيس توجو والوفد المرافق له، وكان بحضور طبعا السيد اللواء خالد فودة محافظ دي جنوب صور سيناء. رئيس توجو صح كده، يعني ده تخيل انت تشوف كده رئيس توجو وفي مصر، يعني الصور دي لازم تروج عالميا، ده رئيس دولة بص الأمان وفي دير سان كاترين هو راكب الجمل، وحاجة يعني احنا عندنا كل أنواع السياحات اللي في الدنيا. وعايزة أقول لكم اللي ما راحش دير سان كاترين يعني بجد فايته كتير قوي، هم دير العدرة في أسيوط ودير المحرق ودير سان كاترين. اللي ما راحش دول بجد فايته كتير قوي من المزارات السياحية الدينية اللي ما ينفعش ان احنا ما نشوفهاش ما نستمتعش بجمالها. في هناك جمال، وجمال السياحة الدينية يعني جميل. احنا مثلا عندنا كل انواع السياحات بس لمن يستغلها. الصور يعني فعلا ليها يعني دلالات كتير جدا، تكلم من بلدك حلو عندك مزارات سياحيه وفي امان. قد ايه مصر عظيمه، وقد ايه ان اي رئيس في الدنيا بيجي واحنا ده بنشوفه بيبقى حريص ان يشوف المزارات السياحيه والاثريه، بتبقى فرصه انه بيجي مثلا يعمل زياره رسميه او لقاء قمه او غيره انه يزور الاثار المصريه والمزارات السياحيه المصريه. فدي ابلغ رساله للعالم كله، بلدنا في امان، وبلدنا بلد فيها مقدرات كلنا لازم نفخر بيها جدا، ونعرف ان اي حد في الدنيا بيجي سواء سائح او سواء رئيس دوله بيتمنى ان هو يزورها.